في حلقة النهاردة هنتعلم ازاي نعبر عن الدقة في المواعيد باللغة الانجليزية بأكثر من طريقة. يلا بينا، هنبتدي بالسهل الاول واللي كتير مننا يعرفه، وهو كلمة شارب. يعني لما اقولك انا هوصل الساعة 7 بالظبط، فهقولك مثلا in English I will be there at 7 p.m. sharp. at 7 p.m. وتحط بعدها كلمة شارب. 7 بقى 8 10:30 and so on. sharp. تاني تعبير معانا النهارده وهتسمعه كتير جدا في الامريكان انجلش هو on the dot. بتحطه برضه بعد الوقت. لما اقول لك مثلا they will meet us at 11 a.m. on the dot. هيقابلونا الساعة 11 بالظبط. on the dot. ممكن كمان تقول on the bottom. on the bottom. اوكي معناها برضو 11 بالظبط. I'll finish my work at 10 p.m. on the bottom. اوكي يبقى on the dot on the bottom. معنا كمان تعبير on time، وده من التعبيرات المشهورة جدا في الانجليش اللي بنعبر بيها عن دقة المواعيد. Don't worry I'll be on time for the interview. انا هكون في الميعاد بالظبط عشان خاطر المقابلة. Don't worry, I'll be on time for the interview. عندك بقى تعبيرات تانية في الانجليش زي exactly أو precisely، بس أغلبنا يعرف. أنا حبيت أقول الجديد النهاردة. لو الفيديو عجبك شير ولايك وسلام.